فوالا هنايا بعد ما حمص بعد ما فورت الشيشه تاع الطمينه فورتها وحمصتها هاي ليك. انا ما نحبش محروقه بزاف، ما نحبش بيضه، تجيبك هكذا دوغي. نعبر عبار واحد زبده وواحد عسل، من الاحسن زبده. وانا تعجب الاوسينو اللي ما يقدرش بالزبده يدير ماتينا، انا تعجبني تانيك بزاف بالماتينا. فوالا دوكا ندوزو للتحضير. واللي عندها عسل حر تقدر تزيد لها مغرفة، انا نحبها تاني نزيد لها مغرفة بالعسل الحر. فوالا هاديك هنا ما بعد ما ذوبت الزبدة والعسيلة دوكا ندوزو للطمينة. هنا راني كملتها، انا درت ما حبيتش نديرها بزاف ثقيله باسكو تشرب، باسكو من العشيه تشرب. انا خضرتها هكا، هاي ديك نجيب باكاي تبان لكم. هاي تمام، حبيت نوري لكم هذه تاع مولد النبي النبوي الشريف. هنا تطليها هكا شويه بالزيت باش ما تلصقلكش، باش الاخرى تخرج بيان. ندردرو لها القرفة. هاي ديك الطمينة تاع اليوم اللي درتها معكم، ان شاء الله تعجبكم ويعجبكم كاع الوصفات اللي درتهم اليوم نهار المولود. اللي نقول لكم صحة لمولودكم وربي يقدرنا والعقوبة لكل عام ان شاء الله. السلام عليكم.